انت كنت عايزه 100 جنيه؟ بس دي فلوس حرام يا بابا. لا باين عليك حرام. ابوك سريع من عندنا اتفقنا. لا بابا بيشتغل هناك. بابا مش حرام. لا ابوك حرام اتفقنا. انت مالكش اكل عيش هنا، اتفضل اطلع بره. حسبي الله ونعم. يا مغاوري امال ما بتردش عليا ليه يا مغاوري؟ يا حاج هاني انا ما سمعتش التليفون يا حاج، وانا مش هرد عليك ليه يعني؟ ما جبتليش ليه الفلوس يا مغاوري لحد دلوقتي؟ النهارده 2 في الشهر. ما انا يا عم هاني ما بنتاخرش عليك يا عم هاني، وبعدين انا جاي في السكه اهو. جاي في السكه ايه يا عم؟ انت كل يوم تقول لي جاي في السكه. ما تفكك يا عم وخلص، هات الفلوس اللي عليك عشان عندي تصفيه تصفيه الشهر النهارده. ما بالراحة يا عم، انت بتعملني كده ليه؟ امال لما تبقى صاحب الشغل هتعمل فيا ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل يا اخي. ايه يا عم انت اتجننت ولا ايه؟ ايوه انا صاحب الشغل، انا الكل في الكل هنا. يلا يا عم خد في داهية. سلام. خد في داهية انت. سلام. ايه دي؟ السلام عليكم. يا عم انا مستنيك من الصبح. الحمد لله. ابويا معاك زيتون ويقول لك فاضي كام؟ فاضي كام محمد السيد؟ عليك 3800. دول 500 يبقى عليك 3300. يعني نقول له فاضل 3800. 3800 خلاص. تمام. عقبال الشهر اللي جاي بتقوم شوفوا مصلحتك. شوفوا وراك ايه. انا ما وريش حاجه على فكره، انا مش شغال. طب ما تسلحليش. يلا شوفي شوفي لك اي حاجه اعمليها. يلا توكلي على الله. طب قوم نضف على فكره. انا اقول لماما المكان مش نضيف. يا بنت المكان نضيف. يلا توكلي على الله. شوفي شغل. روحي ذاكر ولا اعملي اي حاجه. ايوه يا مالا. كمان يا بابا بياخد الفلوس اللي حطها في جيبه يا بابا. يا مالا انا مش كل ما نجيب واحد تطلعي لي في عيوب. لو مش عاجبك روحي روحي اقعدي عند امك في البيت. مش يا بابا. حاضر يا بابا. بس انت طول عمرك ما بتصدقنيش. عامل ايه يا بابا؟ الحمد لله انت عارف. الحمد لله. عامل ايه في المذاكره النهارده؟ الحمد لله والله. في حاجه ولا ايه؟ لا والله انا كنت جايلك بس عشان ماما قالت لي روح هات من هنا فلوس عشان عايزه اجيب حاجات. طيب ماشي خليكي قاعده معايا شويه بس خلاص الحساب ده واديك اللي انت عايزه. السلام عليكم. ازيك يا كابتن غوري؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله والله. الحمد لله. مبسوط كده جيتك الشهر اللي فات ده والشهر ده هو شوف فاضل عليا قد ايه. بص بعدين يا عم بكلمني بالراحه بالتليفون. ما تعملنيش انت بتنرفزنا مغاوري في ايه؟ نرفزك؟ امال لما تبقى صاحب شغل هتعمل فينا ايه يا عم؟ يا عم انا صاحب شغل. صاحب الشغل ما بيجيش الشغل خالص. بالظلم دي ربنا مش هيديك ومش هتبقى في الاحسن. يا عم خلص بس هات فلوس. طب يلا بس عليك 5000 جنيه. 5000؟ طب ادي 1000 اهو. ماشي ماشي. يبقى كده انا فاضل لي كام؟ أربعة. اديني ورقة بيه. يا عم ورقة ايه؟ ما بين خارجين حساب توكل على الله. ورقة ايه؟ يا عم أنا عايز ورقة، عايز نضمن حد يا عم. ما بنديش ورقة يعني. مش ليك وصلات آخر الشهر آخر الجزء ده تاخدها. توكل على الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه بابا اللي انت بتعمله ده؟ بابا ده فلوس تبع الشغل. طب انت بتحطها في جيبك؟ لو مش في درج وحاجات لازم تحطها فيه؟ لا لا لما بنيجي اخر النهارده نصبت مع بعض. انت كنت عايزه 100 جنيه؟ بس دي فلوس حرام يا بابا. لا لا مش حرام. مين قال لك الكلام ده؟ خدي خدي ال 100 جنيه وروح. يلا توكلي على الله. دي بتاعت الراجل. مش بتاعت الراجل. انا هحاسبه. انا هتحاسب معاه. ماشي. حاجات؟ الله. استني
ليه انت عايزه الفلوس من انت من اصلا؟ انا بنت صاحب الشغل ده. انت مش واخده الفلوس انت عايزاها ليه؟ ابوكي سريعه من عندنا. انت لا بابا بيشتغل هناك، بابا مش حرام. لا ابوكي حرام. انت لا مش واخده الفلوس. انت الفلوس لا دي مش واخداها. انت الفلوس ما انتش واخده الفلوس سيبيني. انت الفلوس سيبيني. ما انتش واخده الفلوس سيبيني. انت الفلوس لا سيبي ايدي. اشكال حراميه. حجاني يا محاولي حد على السلامة. يلا يا عم بالله عليك عشان عندي مشوار دلوقتي. عندك مشوار ما تهدى يا عم عليا شوية. انا جاي لك اهو تلاتة. ماشي يا عم انا قاعد مستنيك اهو عشان انا حاسس اللي في حكاية كده عتاحت مش مرتاح لك النهاردة. ماشي يا عم انا جاي اهو. ايه يا عم وجع دماغنا ليه على الصبح؟ بس لينا بالكو الجو سقع. امال لما تبقى تعب الشغل هتعمل ايه؟ انت ماسكني صاحب الشغل يا عم. انا هنا الكل في الكل. ثم انت كده ربنا مش هيكرمك. اعوذ بالله يا مفترس يا عم. انا في ايه يا عم؟ يا دلالي شوف انا عليا قد ايه. خلصني نقول زيك عليك 5000 جنيه. نعم 5000. ايه طلع مطلع؟ ليه يا عم انت الشهر اللي فات واخد 1000 كان عليا 5 ونزل 1000 فاضل 4000 صح ولا لا؟ يا باشا احنا في شهر احنا النهارده 1/4 شهر 3 انت ما جبتليش اصلا خالص. لا انت كده بقى الحوار في النا وانت كده ايه؟ انت كده باين عليك حرامي. خد بالك من كلامك يا مغاول. انا عارف انا بنقول ايه يا عم. خد من كلامك يا مغاول انت عبيط ولا ايه؟ امسك 1000 جنيه اهو. انا كده فاضل عليا 3000 جنيه. فاضل عليك 4. لا يا معلم بص نتقابل عند المحامي الشهر الجاي. محامي؟ اه محامي. انت بتهددني ولا ايه يا حبيبي؟ يا عم ما تهددش ده كلام. لما يجي وقت صاحب المحل دي اللي يحكي معاه. يا عم قلت لك انا صاحب المحل. السلام عليكم. وقف داهية. ايه القرف ده؟ والله حلال فيك والنعمه نشتكيك الصبح. حاضر يا مجاوي. ده انت هتشوف مني ايام سودا. بابا انا عايز البطاطس اللي عماها لي. تعالى انا داخل عليك اهو يا حبيبي. داخل عليك اهو. يا عم راح فين؟ معلم لا تعال تعال يا حبيبي تعال بس بإذن الله. تعال مالك صح مالك؟ ايه اللي حصل؟ يا لا 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 البنت دي كذابة. اقعد انت بس ما تتكلمش. اسكت شوية. معلم حكي عليا يا رمضان. كل فترة على كده معلم عليا وحكي عليا. بيجي عليا ويقول لي هنستفيد وهنعمل القضية عليك. عليا يا معلم. الشهرين اللي انت لعبتهم والشهرين اللي لقينا عند رمضان. أنا هحسبهم لك أنا. معلش يا رمضان. انت كده تظلم الناس كده نستعملك على حاجه. خليني تظلم بنتي وتظلم الراجل الغلبان لحد ما غوري. انت مالكش اكل عيش هنا. اتفضل اطلع بره بره. حسب الله ونعم الوكيل. حسب الله ونعم الوكيل فيك انت يا ظالم حرامي. معلش يا ملك يا حبيبي. معلش انا بعد كده عم اسيبك انت الشغل وتقعدي مكاني. محدش هخاف عليها غير. خلاص يا بابا؟ يلا تعال عن نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بص يا جماعة الفكرة ان انت لما تودي قصد واحنا كلنا حياتنا ماشية بالقصد وكل واحد واخد في حياته قصد اذا كان تليفون تلاجة غسالة اي حاجة تودي القصد بتاعك تاخد ورقة اللي انت خدتها. اضمن حقك. اضمن حقك في الورقة. الورقة اللي انت خدتها ولا قلنا ولا ما تخون. صح ومن ائتمنك فلن تخون. اجمع الفيديو وانت حطيتها من الحكايه كلها. بتقول ايه؟ وانا مش حرامي يا جماعه. لا انت طول عمرك حرامي. انت بتعمل لايك واشتراك وشير وكل حاجه حلوه لينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.